مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقتنا لهاي اليوم. اليوم معاي طباخ متخصص في المطبخ العربي صار لأكثر من 17 سنة في هالمجال. مرحبا، أنا الشيف يوسف البسيوني، مسؤول عن الأكل العربي في فندق الخليج. تقريبا صار لي 20 سنة في مجال فنون الطهي. والله اللي خلاني اختار مهنة الطبخ لاني كنت اشوف الوالدة تطبخ، فحبيت مجال الطبخ من طريقة الوالدة وهي تطبخ في البيت، فحبيت المجال فقررت اني اخوض المجال هذا. انا حلمي اني افتح مطعم يعني خاص فيي او خاص باسمي، هذا الحلم اللي انا بدي اسعى عليه او اللي بدي احققه في المستقبل ان شاء الله. اليوم راح نعمل سلطة الشمندر اللي هي سلطة كثير طيبة وفيها سكريات طبيعية، وراح نعمل الطبق الرئيسي اللي هو لحمة الأوزي مع السرة، تيجي بعجينة الباف بيستري، وطبق الحلا راح نعمل بنانا فلامبي. مشاهدينا بنبتدي اول فقرتنا اللي هو سلطه الشمندر مع شيف يوسف. شلونك شيف؟ اهلا وسهلا، اخبارك زين؟ الحمد لله تمام. شيف انت بتسوي لنا سلطه الشمندر؟ نعم. بس انا اشوف مكونات وايد قليله، شكلها سهله وايد. هاي كثير اكله سهله. أي. وتعتبر هي من الستارتر الهيلثي الصحي، لانه الشمندر بيعتمد فيه بروتين كثير وهو فيه السكر منه فيه، فما بيحتاج الواحد يحلي او يحط سكر أو عليه. سكر. فهي طبق حيكون ان شاء الله انه يعجب المشاهدين إن شاء الله. ويعجب الكل، هو طبق سهل جدا. مكوناته مقادر. بسيطه. إيه؟ نحتاج لبنه، اوكي، وبنحتاج جوز، وبنحتاج بيستاشيو سلايس. إيه؟ وبنحتاج جوز مكسر. أنزل. او مفروم مجروش. إيه؟ مجروش نعم. انزين، واهم شيء البيتروت طبعا. الشمندر. اكيد الشمندر نعم. أنزل. هلا الشمندر في منه فروزن، في منه بيجي مجمد بالباكيتات، وفي منه الفريش. بتفضل الفريش افضل لانه بيكون صحي اكثر وما عليه مواد حافظه. مواد حافظه طبعا. زي ما هو الشمندر. أي. بدنا نقص الكعب منه. اوكي، بالطريقه هاي. زين، بتصفي عندنا حبه الشمندر بهالطريقه. انزين. بدنا ناخذ الشمندر ونغسله ونحطه ونسلقه. عمليه سلقه بيحتاج من ساعه لساعه ونص. ما شاء الله. إيه، لحمه إيه، لانه هو قاسي شوي. أي. الشمندر. انزين. هلا وما تضيف له لا ملح ولا شيء، بس مي، بس مي ويغلي. أيه؟ لمدة ساعة لساعة ونص، عبين ما تحطي السكينة فيه وتدخل السكينة داخل. أوكي. متى ما دخلت السكينة داخل خلاص هو هيك هو جاهز. نعم. هلا الحين احنا شرحنا كيف بينسلق الشمندر. هلا الحين احنا عندنا شمندر مسلوق وجاهز. أيه؟ حبينا نسلقه عشان ما ياخذ معنا وقت. ها؟ الفرق طبعا باللون، ينكمش، ينكمش ويصير لونه غامق. اي بالضبط. هلا هاي الشمندر المسلوقه. أي. طبعا بدنا نقشرها، طريقه تقشيرها سهله جدا. مزيد. ما يحتاج انه نقعد نقشر فيها بالسكينه، لا محتها. انا هفرجيك طريقه جديده وممكن تعملي واحده ثانيه بعد ما افرجيك. بساعدك. بالضبط. مزيد. انت بتشيلي الكعب من هون. اوكي، وبتشيلي الراس. اوكي، بصفي عندنا الشمندر مشيول الكعب ومشيول الراس. عملية التكشير سهلة. أوه. جدا، بس بتشيل القشرة الخارجية. سهلة ها؟ بالضبط. هاي حبة الشمندر صارت مقشرة وجاهزة، ممكن تساعدينا وتقشرينا واحدة ثانية. نشيل الكعب، الكعب والراس. والراس بس تحطين السكينة وبس كذي باليد، بس تضغطيها بأصابعك. أيوة. تطلع القشرة سهلة جدا يعني ما تغلب، وهيك عشان ما نرمي كثير يعني ما يطلع منها وايد. صح،
وايد من الشمندر. والله صدق سهله. زين هاي هالحين وبعدين هالحين الطريقه الثانيه بدنا نجهز سلطه الشمندر. اي او الاسم الثاني هو متبل شمندر. متبل شمندر بينعمل مثل الماش. اي اوكي اوكي. هالحين بدنا نشيل هدول من هون، نظف المقطع. سهله شوف، ما يحتاج تقطع، ما يحتاج. طبعا الشمندر احنا كذا طريقه فيه. اي ممكن نعمله مكعبات، ممكن نعمله سلايس، اي دوائر دوائر. أي. وممكن نعمله ماش بالطريقه اللي انا بدي اعمله هسه. هي الطريقه هي جديده، ممكن لسه يعني ما حدا كثير بيعرفها. اي فالحين بدنا نجيب المبرشة. إيه؟ لو سمحتي تعطينا الصحن. إن شاء الله. طبعا المبرشة في جهتين، في الجهة الخشنة وفي الجهة الناعمة. زي ما انتو بتحبوا، طبعا زي ما اي شخص بيحب، ممكن يحب على الجهة الخشنة ويبرش. عملية برش سهلة جدا. ايه لانه مستوي على الاخر. مستوي. وشيف انا ما اشوف يعني مثلا معاها زيت زيتون او سوس او شيء. لا لا ما يحتاج، ما يحتاج الا اذا حدا بيحب يحط زيت زيتون. اوكي. لانه هي بده يكون معها نص، فالنص ما بيمشي مع زيت الزيتون، مكسرات ما تمشي. ولا حتى ملح ولا شيء، ها؟ لا لا، لانه حلو الشمندر. ايه. حلو تحطين ملح يصير بعكس الطعم، ممكن يعني يغير طعم الشمندر، يصير طعمه مالح وحلو. حلو. ما يزبط. ما يمشي. بالضبط. هالحين الشمندر بينبرش بهالطريقة. طبعا الشمندر هذا فيه شغله. هلا الشمندر هذا اي في طريقتين له لتصفي المي اللي فيه، لانه بيطلع منه مي. بيطلع منه مي واحنا هيك اللون. ممكن تعصريه بايدك. اي بالطريقه هاي. اي زين. لو سمحت تعطيني صحن صغير من عندك. اي ان شاء الله. ممكن نعصره بالطريقه هاي بالضغط بالايد. والطريقة الثانية ممكن نحطه بمصفاي اللي نفس المشخال. بالضبط. نعم. بصفي تتركيه لمدة 3 ساعات، بكون صفى كل المي اللي فيه. إذا أنت مش مستعجلة عليه. أوكي. ممكن تعمليه بالليل مثلا المساء. ايه؟ وتحطيه بالمصفاي، وتاني يوم على الغداء تجهزي بكون نزل كل المي اللي فيه. اللي فيه تخدي. هالحين صفى عنا، بس لو سمحتي شوية تيشو من هناك لو سمحت. طبعا احنا مجهزين شويه برشينهم بارز وبارز. انا حفرجيكو هاي مشكله الشمندر. لونه طبعا لونه ما شاء الله على الثياب. ايه؟ لا ذي لازم واحد يحط باله. هلا مجهز. مجهز انا شويه. ايه؟ طبعا احنا ليش بدنا نحط هيو مبروش هو وجاهز. جاهز. بس مجرد ما ضربتيه بالخلاط بالخفاق بصير مثل هيك. ايه اوكي. مثل ما احنا شايفين. انزين. طبعا اللبنه ليه بدنا نستخدم اللبنه في البيتروت؟ البيتروت طبيعته لونه غامق. اي. دارك. اي. اللبنه اذا حطينا معلقه لبنه بفتح اللون تبعه، ببيضه. اي. وبعد بيعطيه نكهه. وبعد بيعطيه صور، عشان أي. هيك قلت لك ما بدنا ملح ولا بدنا اي شيء، لانه اللبنه بيعطيه الحموضه. بالضبط، بتعطيه فيها الحموضه طبعا. اي. فيها الحموضه، نعم. هالحين بدنا نخلط اللبنة مع البيتروت. شوفي كيف اللون بدأ يفتح. يفتح صح. بالضبط. أنا مرة شفت إنه يضيفون حتى على سلطة الشمندر اللي هو طحينة. بصير. بعد تعطيها. الطحينة إذا كان زي ما حكينا، إذا ما عصرتيه من المية الطحينة لحتى تشده. بس هو هالحين معصر. خلص معصر. ما يبيله. بس إذا بتحبي تحط الطحينة بس لسبب واحد، هي عملية شد. ها؟ الشد وتعمله سميك. مبلغ. عشان ما يفرط منك وانت بتشتغلي فيه. أي. هالحين بدنا نحط الجوز. المجروش. اللي هو نفس الجوز الحب. أي. بس هذا مجروش. حنحط شوية لحتى إيش؟ إننا نخلطه معه. نخلطه مع بعض ويعطينا النكهة المكسرات. أي. نعم. أحسها صدق حلوة بتطلع. حتعجبك ان شاء الله. طيبه ولا تنسي انها صحيه، ما فيها اي زيوت اي شيء. شيء صح. ويناسبها مثلا لوز او شيء اكيد ثاني. اي نوع من انواع المكسرات فيك تحطي. اوكي. بيستاشيو، انا جايب بيستاشيو سلايس، فيك تحطي كاشو، بندق، اللي بدك اياه. اي شيء. بالضبط. هيزل نات. أي. انت شو بتحبي مكسرات ممكن تحطي. ممكن احكي لك شغله، في ناس ممكن بحبوها حلوه. أي. ممكن احط معلقه عسل عليها من بعد. ها تعطيها نكهه زياده. حلاوه. بالضبط. حلاوه زياده. حلو. هالحين انا بعتقد انه صارت جاهزه لحتى نسكبها.
صراحة أسهل سلطة. سهلة جدا. حتى طريقة سكبها في كذا طريقة. فيك تسكبيها برينج مثل هيك. فيك تلفيها مثل صحن الحمص أو صحن المتبل. بلا. فيك تحطيها بشي مطاول بصحن مطاول تحطيها فلات. زي ما أنت بدك. أوكي. طريقة التزيين أنت اللي بتختاريها. أنت اللي بتحبيها. وما يبيلها لا زيت زيتون ولا شيء. ولا أي شيء. إن هي أوردي خلاص صارت طرية وخلاص. صدق صارت شنها متبل بالضبط. نعم. يعني. هي بيترو شمندر متبل شمندر هي. أي. بس حلو فكرة المكسرات ولونها حلو. المكسرات طيبة طبعاً هتعجبكم إن شاء الله. إن شاء الله. هنحط الكمية اللي بيحتاجها. شم ريحة البيترو. شكلها وايد حلو مشهي صراحة. وانت شيف مختص بالأكل العربي والله الانترناشنال؟ أنا مختص بالأكل العربي بس بشتغل الانترناشنال، بس أنا اختصاصي بالأكل العربي البارد والساخن. والساخن. ايه. لازم تتخصصي بشيء لحتى يعني تبدع فيه زي ما بقول. صح. بس إنه عندي يعني معلومات عن المطبخ الغربي وعن الانتركونتيننتال وعن الآسيوي بشتغل، بس مش كتير، مش زي العربي، لأنه أنا كل شغلي أكتريته بالمطبخ العربي. أوكي، تحبه أكثر. أكيد، بالضبط. هي اقتناعات، تقتنعي بشيء خلاص تضلك عليه. هو المطبخ العربي أحس فيه تفرعات أكثر. أكثر وأصعب، التكنيك فيه صعب. المطبخ العربي ومتعب يعني. في إجهاد عن المطبخ الغربي لأنه هو كميات كبيرة، المطبخ الغربي بيكون كميات صغيرة. صح صح. بورشن بورشن شخص. أي شخص. أي إحنا لا. أنا بدي أفرجيك كل عزايم. ممكن تعطيني قطعة تيشو لو سمحتي؟ إن شاء الله. إحنا بنكمل التيشو كله بسبة البيتروت. أي مع شان ما بدنا كله أحمر. هالحين بدنا نفرجيكي ونفرجي مشاهدينا كيف ممكن تلفي صحن البيتروت وتزينيه. انزين. هالحين حطيناه احنا بالرنج. ايه؟ خليناه على مستوى واحد. هالحين بدنا نبدا تشكيل الصحن. اوكي. بتمسكي المعلقه وبتميليها. اي. بتخليها واقفه. انزين. وبتحطيها بنص الصحن. الصحن. وبتضغطي. اه. هنعمل حلو. مثل النجمه او مثل الشمس. حلو حلو. طبعا الصحن كله حيكمل بعض لما يخلص. اي. هالحين خلصنا هاي، حنشيل الرنج. هالحين بدنا نبدا تزيين الصحن. حنجيب حبات الجوز، نحط حبتين جوز او ثلاث حبات. طبعا هو شغلته كثير بسيطة. شنو؟ انا مقطع شوية خس اللي هو للقرنش، بيلزمنا لولو روزو، بيلزمنا منت، بيلزمنا بوستن وفريزي. يعني انواع الخس. اي نوع بدك اياه، انت مش مقيد بنوع معين، فيك تحطي بس نعنع. اوكي. يعني تحطي عرق نعنع بالنص وخلص. هاي هي. هالحين انا بس بدي احط عشان ايش؟ نعطي للصحن جمال. اوكي. حنقص شويه. خس اللولو روزو طبيعته جميل جدا. أي. يعني ما بس تحطيه بيعطي منظر على الصحن. حلو. على طول. صح. هنحط له شويه نعناع. تسلم يدك شيف. هذا الصحن تبعنا. هاي سلطاتنا. وهاي سلطات. وخلصت. الحين بنروح نسوي لهم الطبق الرئيسي اللي هو شنو؟ حنعمل لاموزي بالسرار. هاي طريقه جديده. أي. وحلوه كثير وسهله. مو صعبة يعني، سهلة كثير مثل الطريقة هاي، إن شاء الله ما بيستصعبوها. إن شاء الله، خلص الحين بنروح نشوف. مشاهدينا خلكم معانا. في كل بيت تختلف أنواع الأفران عندهم، مثلاً في بيت عندهم غاز، في بيت عندهم كهرباء، وحتى الماركات. كذي تختلف المؤشرات الحرارة له، فإحنا ساعات مثلاً نحط درجة 200 وتختلف عندنا وتخترب عندنا الطبخة. أساس إن إحنا نتأكد نقدر نشتري المؤشر اللي يساعدنا إن إحنا نعرف الدرجة الصحيحة. نقدر نحصل في كل المحلات. نحطه مثلاً على درجة معينة مثلاً 200، ونحط المؤشر داخل الفرن ونتأكد هل يطلع 200 أو يطلع شيء ثاني.
الحين مشاهدينا بنسوي الطبق الرئيسي مع شيف يوسف اللي هو لام اوزي صرر. نعم. تشرح لنا هو شنو؟ هو اللام اوزي معروف انه بينعمل بعيش وبينحط اللحم فوقيه ويتزين بالمكسرات. اي. وهذا اللام اوزي احنا حنعمله بتكنيك جديد. يعني طريقة جديدة مع عجينة الباف بيسري او عجينة اللي هي سبرينج رول شيت. طريقة سهلة كثير وحلوة كثير، هي نفس المكونات نفس المقادير بس طريقة التقديم غير. التقديم غير. انزين شنو مكوناتها شيف؟ مكوناتها عندنا طبعا نبتدي من هنا. نبتدي من هون، اوكي. عندنا البصل هاي اكيدة. الخضار هلا في ناس يعني الخضار هو اختياري. انزين. في ناس بحبوا البازيلا، في ناس بحبوا الجزر، في ناس بحبوا البروكولي، يعني فيك تحط اللي انت بدك اياه. الخضره اللي نحبها. هلا احنا حطينا كوسه، حطينا جزر، حطينا بازيلا. انزين. طبعا بالاضافه للحمه. لحم. هذول المكونات تبعت الطبخه. ايه. الرز. الرز. منقوع وجاهز، فيك تستخدم نوعين من الرز، فيك تستخدم الرز البسمتي. فيك تستخدم الرز الامريكي الحبه متينه في ناس بحبوا بسمتي في ناس الفرق بين البسمتي والرز الامريكي والرز الامريكي بياخذ مي اكثر من البسمتي وبيطلع اطرى البسمتي يعني يطلع ينثر نثري بالضبط نعم طبعا هاي مكونات الرز ونوت شنو هلا عندنا احنا عندنا نيجي لهون البصل هذا للقرنش طبعا اوكي نحتاج حبه ليمون اسود لومي اسود طبعا بالنسبه للقرنش المكسرات هذا اختيار يعني انت شو بتحبي في ناس بحبوا كاجو في ناس بحبوا لوز في ناس بحبوا سنوبر فستق اللي يعني هاي اختيار احنا حطينا اليوم بيستاشيو حطينا جوز حطينا سنوبر وحطينا لوز انزين هلا الحين بدنا نيجي للسبايسز تبعه هلا السبايسز بدنا بهارات مشكله البهارات العربيه والله بهارات سبن سبايسز البهارات العربيه نعم سبع بهارات وبدنا السينمون لحتى يعطي الريحه اي دارسين الدارسين نعم اللي هي القرف المطحونه السمسم الابيض هو لنزين فيه العجينه تبعت الباف بيستري او التشيز الكاكاو نعم اللي هي عجينه الرقاق اي عندنا ملح انزين وعندنا ورق الغار طبعا هذا اختياري انا عامل هنا في تشيكن باودر اي اللي هو المرق الدياي بس بودر باودر وانا عامل هنا المرق الدياي اوكي حتى نشتغل فيها عندنا حب الهال عندنا كبش القرنفل فلفل الابيض عندنا الفلفل الاسود الحب طبعا الفرق بين ما تحطي حب وبين ما تحطي مطحون الحب يعطيك الفليفر الاقوى اقوى المطحون ما يعني ما تاخذ منه شوي بس مو مثل الحب اي وعندنا شويه اعشاب هني دراي اعشاب حتى للزينه مع السمسم نعم حلو بيجي مع السمسم نعم وشنو الحين اول شيء لازم نسوي اول شيء بدنا نشغل النار ونحط القدر على النار انزين حنحط شويه زيت نباتي اوكي او زيت زيتون نفس ما يعني هو على حسب الرغبه اي شيء بالضبط اوكي بنحط شويه زيت وحنحط معلقه صغيره زبده تعطي نكهه بس مو هلا حنحطها حنحطها بعد ما نحط شوية سبايسز أربع حبات خمس حبات من الهيل وأربع طيب. خمس حبات من كبش القرنفل بدنا نحاسب كبش القرنفل كثير قوي وكثير يطلع بالأكل ريحة وريحته حلوة كثير ونحط شوية فلفل أسود حطهم طبعا الطنجرة احنا مسخنينها هالحين حطيناهم بس لحتى ياخذوا التحميص تطلع هالحين بدنا نحط البصل زي ما احنا شايفين اوكي بدنا نبدا نحرك ودائما افضل ان نحط البهارات الصحيحه اول شيء بالاول نعم حتى تاخذي الريحه اذا بتقربي شوي لعندي حتشمي ريحه البهارات انا من هنا شم الريحه يعني خلاص لانه اخذ زي مثل التحميص اي ولازم تكون الحل اللي نشتغل فيها او القدر يكون حار يكون ما يكونش بارد حتى يطلع الريحه ويطلع الفليفر فيه الحين نقدر نحط نص معلقة أو معلقة الزبدة الزبدة تصير عقب البصل عقب عشان تنجأ القدر يكون حامي ما تحرق الزبدة ما تحرق يعني الزبدة بسرعة تنحرق أوكي. حلوة حبيت المعلومة احنا دائما نخلط الزيت مع الزبدة قبل وبعدين نشتغل نعلي بس النار شوية لحتى يحمر عندنا البصلة بسرعة احنا بدنا البصلة تذبل ما بدنا ما تبيها تحمر لا ما أبيها تحمر بس أبيها تذبل بنضلنا نحرك باستمرار لحتى البصل كله
ياخذ نفس اللون. هالحين حطينا احنا البصل على النار. ايه. هالحين بدنا نحكي شويه عن الباف بيستري وعجينه القطع. عجينه الاي. طبعا احنا هذا اللي حق سبرينج رول حق السبرينج رول والجي سرقه. ايه. في ناس يستثقلوا الباف بيستري يمكن يكون دهني وفي زبده وايد. وفي زبده وايد. ايه. احنا حبينا نجيب عجينه الرقاق. أي. لانها بتكون خفيفه أخف. وتطلع كريسبي اكثر من الباف بيستري. انا الباف بيستري حتطلع كريسبي. أي. بس هاي تطلع كرانشي اكثر. اي 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 هاي الفرق مقرمشه اكثر. مقرمشه اكثر نعم. هاي الفرق هاي راح تقليها ولا نحطها في الفرن؟ حنحطها بالفرن اثنينهم. حنشكلها على شكل السرر اللي حكينا عنه. أي. بنشكلهم بالصحن بنفرجيكم اياه وبنقلبها وبنحطها بالفرن على درجه حراره 210 لمده 10 دقائق. سريعه اه طبعا جاهزه بتكون. هاي البصل بدا يذبل. وبعدين شنو بنضيف عليه؟ طبعا احنا بدنا نضيف اللحمه بعد شوي. أي. اللحمه تشوفها هي مو يعني مو مفرومه انت كنا مسوينها. انا فرمها على الايد على اليد لانه مجرد ما فرمتيها على الماكينه تطلعين منها كل شيء يعني كل المي اللي فيها. الماكينة ما تفرمها بحنية مثل السكينة. بلا بلا. السكينة تفرمها بحنية تعطيك يعني المقاس اللي انت بدك اياه. الماكينة تضغط اللحمة تطلع لك اياها من صوب واحد وكأنها مثل الماش. اي 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 ما تستلذين فيها وانت تاكلي. الحين البصلة تقريبا صارت جاهزة. حب هاي البصلة بدت تاخذ اللون. أنا واللحمة تكون فيها شوية من الدهن والله. أكيد شوية صغيرة شوي. بس ما تكون يعني فيها دهن كثير نعم. أوكي. هالحين حنحط اللحمة. طبعاً هاي اللحمة تقريباً 200 جرام. شيء بسيط. شيء بسيط لأنه إحنا أكلتنا زي ما حكينا لأربع أشخاص بتكفي. إحنا في البيت دائماً نسويها على الماكينة يعني ما قد جربت انه انا اطيب لما تقصيها على السكين تطلع اطيب معك حتشوف الفرق حتى ما تنزل كل المي اللي فيها يعني ايوه وبتسمى طريه نعم. أي. زي ما احنا شايفين بلشت اللحمه تاخذ اللون لونها. نعم تغيرت لونها للون الطهي لانه بسرعه ليش لانها شوفي هي مكعبات أي. عم تطلع عليها بتشوفيها مكعبات صغيره مو مفرومه احنا بدنا اياها مكعبات احلى بالضبط تطلع اجمل ولما تفتحي سره الاوزي تبين معك مكعبات مو تبين لحمه مفرومه نعم تحسه يضيع بالضبط ما يبين ما يبين. هالحين بدنا نبدا نحط البهار اللي حكينا عنه حنحط شويه بهار السبع بهارات كميه قليله لحتى تعطينا النكهه وبدنا نحط شويه سينامون لحتى يعطينا الريحه اللي هو الدارسين او القرفه نعم القرف المطحون ونبدا نحط شويه ملح وبعد ونحرك عاوزين نحرك البهار مع بعض لحتى يتجانس ريحه الدارسين بالضبط ريحه الدارسين والبهار كله الدارسين يمشي مع اللحم وايد بالضبط يشيل يعطي ريحه حلوه عاوزين بس نزود شويه صغيره من البهار الحلو سبع بهارات لانه بيعطي ريحه كثير حلوه ايه عجيب وبس من حطيت الدارسين خلاص نعم الحين في طريقتين لتضيف الرز أي. فيك تضيف التشيكن ستوك وتخلي المي تغلي وتحط الرز وتحط العيش. وفيك تحط العيش تحركيه لحتى ياخذ النكهه اوكي احنا حنحط الرز هذه افضل يعني بالضبط هاي ياخذ الفليفر بدل ما ينزل على المويه أي. ينزل على الفليفر وقلت يا بسمتي يا الرز أو الأمريكي الرز الأمريكي بس لو سمحتي هذه طريقة أحسها أحلى إيه هاي وحبة العيش بعد بالضبط تغلف بالزيت نعم بالزيت نعم تصير تطلع تلمع إيه الحين هي شكلها كذي حلو
في اوزي او في رز لونه بيكون غامق. ايه طريقتين له انك تطلع الرز غامق. ايه شلون؟ غمق البصل، ضلك تحوسي بالبصل، هاي شغله. الشغله الثانيه تحطي له معجون البندوره. اوكي احنا ما بدنا اياه غامق، احنا بدنا اياه لونه فاتح بالضبط. لانه بدنا نحط معاه خضره، فما بدنا شيء غامق مع شيء فاتح، بدنا يكون الالوان كلها متناسقه. نعم. هالحين اخذوا كل البهار مع بعض. أيه. والاويل والزبده كلها تجانست، تبلت مع بعض تجانست. هالحين بدنا نحط اللي هو مرق الدجاج. مرق الدجاج نعم. وش كثر يغطي؟ بس ليغطي، بس ليغطي الرز بس. أيه. هذا الرز لو زاد ما في مشكله، لانه ياخذ ياخذ مويه، ما في مشكله. يعني بالضبط بس فوق الرز، فوق الرز. احنا بدنا اياه، ما بدنا اياه يكون ناشف، بدنا اياه يكون طري شويه. أيه. اوكي بس مش طري كثير. ونخلي ايش كثر يطبخ شف؟ هالحين بعد ما تنشف ميته بده 10 دقائق. اوكي. استنينا عليها 10 دقائق. أيه. بدنا نشوف شو صار فيها، انها جهزت ولا ما جهزت. الله الريحه عجيبه. ايه الريحه طيبه ما شاء الله. هالحين بدنا نضيف عليها الخضار اللي حكينا عنه. أيه. بدنا نضيف البازيلا. البازيلا طبعا. انت قلت نختار اي خضره. بالضبط اي خضره، اي خضره. أي. بس تشيلي هاي من هون لو سمحتي. وبدنا نضيف الجزر. وبدنا نضيف البيبي ميرور الكوسه. طبعا الخضروات هي اختياريه، شو ما بتحبي بتحطي. هالحين بدنا نقلبهم مع بعض لحتى يختلطوا مع بعض. شفتي كيف لونه صار؟ إيه شوي لونه غامق. اخذ من البهار ومن البصل. والبصل. بالضبط. هالحين عجيب. فينا نستنى على هاي 5 دقائق. أيه؟ وفينا نبدا فيها هلا. احنا طبعا ما بنجهز عجنتنا، بتكون هاي جهزت. لانه احنا زي ما حكينا الخضار مسلوقه نص سلقه. أيه؟ مجرد ما حطيتيها تاخذ فليفر، وبعدين لا تنسي ان ندخلها على الفرن، على الفرن لمده 10 دقائق لحتى تتحمر. اللي هي العجين في السرعه. فاحنا عندنا عجينه سبرينج رول. نعم. وعندنا البوف بيستري. بنسوي بالضبط. نوعين لا بنسوي نوعين. نعم. زين شلون بنسوي الحين؟ تشيل التيشو عنه. طبعا احنا بنحط التيشو لحتى يضل طري. اي ما ينشف من الهواء. نعم. اي مثله مثل عجينه البوف بيستري. طبعا الطريقه كثير سهله. حنجيب صحنين مدورين. اي وهني شفتك البوف بيستري بالشوكه. بالضبط احنا حطيناها بالشوكة لحتى ما تنفخ. ما تنتفخ. اي لان هي تنتفخ. تنتفخ بالضبط. حناخذ قطعه من البف بيستري نحطها بالصحن بهذا الشكل. أوكي. وننزلها ونتاكد انها مفروده بالصحن بشكل سليم. حناخذ قطعه رقاقات اللي هي سبرينج رول شيت، وحنحطها بنفس الطريقه. طبعا باف بيستري بدنا واحده، الرقيقات بدنا تنتين لانه هي رقيقه. أي. فممكن تفتح عندنا بالخبز. حلو. هاي الطريقه طبعا سهله، ما بيحتاج اي شيء الحين تحطي عليها، بس بدنا نحط الحشوه عليها. حشوه العيش طبعا. هنا صارت جاهزه. تبي تحطها هني والله؟ لا اوكي ما فيش مشكله. هنحط طبعا زي ما احنا شايفين ما شاء الله ريحتها عجيبه. كل شيء اللي بتحسيها فريش. أي الخضره. أي مو مكسره، مو مكسره، مو دايبه. بالضبط. هالحين بدنا نحط الحشوه داخل، وعادي نحطها حاره. ها اكيد ما في مشكله. نعم ما في مشكله. بدنا نسكر عجينه الباف بيستري بالطريقه هاي. اوكي طبعا خنشيل هاي عشان عشان يبين عدل عندنا. ما نحتاج شيء يسكها طحين شيء ما يحتاج. حنقص منها شويه لانه مبينها انها كبيره شوي. اي حنقص من الاطراف منها. يعني اي وعاء عندنا في بالضبط. البيت تقريبا أي نفس طبعا الشكل ازاز. اي طبعا هيك صارت جاهزه. حنحشي اللي هي السبرينج رول. نفس الطريقه هنحط الحشوة، نضغط شوي صغيرة لحتى نتأكد إنه
الكمية كاملة داخل الصحن. حنبدأ نلف ورقة ورقة مش مع بعض. مو مع بعض. مو مع بعض. بالضبط. مو نفس هنيك. لأنه بدنا الأوراق تيجي بعكس بعض. بلا. مش عاوزينهم يجي يتسكروا مع بعض. أساس ما يفتح. بالضبط. أساس ما يفتح. شوفي هالحين كيف صارت سميكة. أي. والصينية جهزناها. نعم. هالحين نجيب الصينية. هيا. حط عليها الورق زبده. ايوه الورق زبده على اساس انها هي ما تلزق. بالضبط على اساس انها هي ما تلزق. لان ما طبعاً بنحط زبده ولا شيء. نتاكد ايه؟ حنحط عليها دهن الزبده لحتى نتاكد انه هي ما راح تلزق فيها. ما تلزق. وما راح تدهنها بشيء. بدي ادهنها واحط عليها شويه السمسم اللي حكينا عنه ايه؟ من شوي. الأعشاب والأعشاب نعم. تدهنها بس بالزبدة. بس بالزبدة نعم. وهاي الفتحات على أساس إنه يطلع منها البخار. يطلع منها البخار نعم. أي. هي سمسم. ما راح تبين. سمسم أو حتى حبة البركة تناسب إن نحط. بصير تحطي حبة البركة نعم. هنحط عليها شوية مكسرات. من الحين تحط المكسرات. ما في مشكلة. عادي هم. الحين بدنا نأخذها. على الفرن ما بتحط الاعشاب ولا الاعشاب بصير اوكي نحطها في الفرن درجه 210 لمده 8 ل 10 دقائق بس انه يستوي ويحمر بس انه يستوي ويحمر نعم اوكي طبعا هلا اكيد صارت ال 10 دقائق خلصوا اكيد صارت جاهزه حنشيكها من الفرن اكيد حنجيبها ما شاء الله احمرت طبعا هي زي ما حكينا هي بس نفس الطريقه بس التكنيك الجديد اللي بيصير أيه. عليها هالحين فيكي تقدميها زي ما هي صرر هيك أيه. تحطيها بالصحن وفيكي تقسميها من النص بالطريقه هاي اللي بدنا نقسمها فيها ننقصها من النص بالضبط تسمع الصوت هذه اسمها فيكي تحطي هيك أيه. واحده قطعه هيك وقطعه هيك عجيب شكلها ما شاء الله حتطلع ان شاء الله طيبه بدنا نزينها بنجيب شويه اللي هي اللي حكينا عنها الخس اللولو روزو والنعناع فينا نحطهم بهالطريقه هاي وفينا نقدمهم مع صلصه الروب صلصه الروب نعم. اللي هي بس روب مع بس روب مع شويه نعناع من فوق للزينه هاي طبقنا الرئيسي تسلم يدك شيف اهلا وسهلا ما قصرت الحين بنروح نسوي لهم الحلو اللي هو بنانا بنانا فلامبي وذ الايس كريم مع العسكري لانينا نبي نقشر البيض بعد ما نطبخه ساعات مثلا انه هو ما يتقشر بسهوله ويتكسر عندنا البيض افضل طريقه ان احنا نحطين الماي وحطينا البيض على النار قبل لا يغلي عندنا الماي نرش برشه ملح وشويه خل كذي بيساعد ان القشره تطلع بسهوله مشاهدينا الحين بنسوي الحلو مع شيف يوسف اللي هو بنانا فلامبي نعم بنانا فلامبي اللي هو طبعا هي ديزرت سويسري ها فينا بنحكي عنه اكثر واحنا بنشتغل بنشتغل فيه طبعا مكونات الاساسيه اللي هي البنانا اوكي الموز الموز نعم ايه؟ طبعا السكر والوايبنج كريم ايه الكريمه الخف والزبده هدول بدنا نعمل فيهم صوص الكراميل لانه هو صوص كراميل مع البنانا فلامبي الموز اوكي عندنا جوز وعندنا بستاشو وعندنا الليمون هذول للزينه اوكي الحين بدنا نبدا نعرف مشاهدينا كيف بينعمل صوص الكراميل صوص الكراميل طبعا هو سهل جدا كثير بدنا نشغل هنا عليه نحط المقلايه بدنا نحط شيء 30 جرام سكر
زي ما انت شايفه بدأ يتكرمل، يصير بده ياخذ اللون الذهبي. أي. طبعا احنا نحطه هنا نوطي عليه شوي لحتى ما يحترق معنا ويصير لونه اسود، وبدنا نضل عمليه تحريك مستمر. لازم نحرك، لازم نضلنا نحرك بطريقه مستمره على طول. وريحه الشكر طلعت بالضبط، بلش ياخذ اللون، اجزاء منه بلشت تتلون، وبس انه يذوب كله وياخذ اللون الذهبي. الذهبي ما يصير لونه اسود لانه بعدين بصير مر. اي اي اي، يعطي على طعم المرار. احنا نبي اللون الذهبي، ناخذ منه اللون الذهبي ويصير كراميل مع التحريك المستمر. مستمر طبعا، هو ياخذ من دقيقتين لثلاث دقائق يكون جاهز صوص الكراميل. اهم شيء عمليه التحريك. أي. شوفي كيف لونه صار ذهبي مثل براون شوغر. عشان انا اسوي الكراميل، انت هني خلينا نقول المقلاة او الطابي. نعم. مختارها ستانلس ستيل. ستانلس ستيل، تيفال، اي شيء، بس المهم انه عمليه التحريك ما توقفي. ما نوقف. اكو ذوب عندنا. اهو ذوب وبلش يعطينا اللون اللي احنا بدنا اياه، بدنا اياه يغمق شوي صغيره لحتى يصير كراميل. اي. وفي الحلويات دائما الواحد لازم يحط باله على المقادير بالضبط. بالذات. نعم. لانه هي كلها ريسيبيات. هلا الحين بدنا نحط شويه عليها. نصبر عليه. حطي لي معلقه زبده هون. ايوه بس، يسلموا ايديك. نبدا نحرك، شيل بس هاي شويه هاي على العين المطفيه. هلا الحين حرك عليه. شوفي على شو ضايل الخطوه الاخيره اللي هي الوايبنج كريم. نعم. هلا بنحرك لحتى الزبده السكر الكراميل يتجانسون مع بعض. تبي انا اصب عليه الكراميل وانت تحرك؟ ممكن تحطي لي بالمعلقه الصغيره هاي، تحطي لي هون. نعم. وقول لي ايش كثر. بس بس بس، نستنى شوي نحرك نشوف اذا بنحتاج بنرجع بنحط. إذا ما بنحتاج خلص. أنت الحين مو بتحت النار ها؟ لا مو بتحت النار. شلتها من فوق النار. بالضبط، ما بدي إياه يحترق. يحترق. لأنه شفتي خلص لونه كيف ذهبي؟ إيه. ما بدي إياه يصير لونه غامق لأنه بيعطي على مرار. مرار. هاي صوص الكراميل الحين عندنا صار جاهز 100%. خلص ما نحتاج. مع التحريك المستمر. الحين نطفي هون ونرجعها مكانها. هاي زي ما حكينا صوص الكراميل. صار جاهز. جاهز. الحين بدنا نعمل زين البنانا فلامبي. ممكن تأشري لنا الموز لو سمحتي؟ إن شاء الله. والموز لازم يكون ناضج كلش ولا الحين هاي شوي فيه وسط وسط. اوكي. يكون وسط ما في مشكلة. طبعا بنحب النبهة، هي أكلة سويسرية. أي. بالبنانا، اللي بحب يعملها بتفاح، اللي بحب يعملها بأناناس، كمثرى بالضبط، بنجاص. اي. هاي اختياري، بس هي بالاصل بنانا مع بنانا الموز. نعم مع الموز، يعني اي نوع فاكهه اللي تكون شوي شاده بالضبط. ايه؟ ما تكونش فيها ميه. ايه؟ طبعا البنانا بتقصوها على حسب يعني رغبتكم بالتقطيع، فيكم تخلوا البنانا زي ما هي. ايه؟ فيكم تقصوها من النص هيك مثل ما انا قصيتها. ايه؟ وتقطعوها بس. خلينا هاي القطعه هنا. ايوه هذي اوكي، اعطينا اياها بنعملها مع بعض. اوكي. طبعا نقص البنانه من النص وبعدين بنقص بالطريقه هاي. طبعا احنا قصيناها كبيره لانه البنانه بسرعه بتذوب. إيه؟ وعمليه طبخها حتقعد دقيقتين بس. دقيقتين اكثر من دقيقتين ما بتاخذ. هالحين بدنا نحط الزبده لو سمحتي. تفضل. بدنا نحط تقريبا 20 جرام زبده، يعني ملعقه طعام كبيره. ملعقه طعام كبيره. نعم. الزبدة طبعا ساحت هنا. أي. اهم شيء ما يكون درجة حرارة عالية، لما تحسي انه صارت درجة الحرارة عالية تشليها عن النار. أي. بدنا نحط بعد السكر بالضبط. أي. ونحرك. هالحين بدنا نضيف البنانة على طول. على طول، ما ننطر السكر. لا ما ننطر، لأنه بدنا اياهن يختلطوا مع بعض. أي. مع
هاي الحركة أحاول أسويها ما تضبط عندي. لا تضبط مع المحاولة تضبط. طبعاً ما بدنا ننسى السينامون القرف البودر لأنها هي الرئيسية في الأساس. أي. إحنا ما قلناها طبعاً إحنا ما قلناها بس هي موجودة، لو سمحت تجيبنا إياها. ممكن تحطي لنا ربع مع أي بالضبط هاي الكمية ترشيها بالضبط، ترك كلها بالضبط. هالحين اتجانسوا كل السكر والزبدة والبنانة والقرفة كلهم مع بعض على ما أظن شكلها عجيب. صار ريحة. أي طلعت عجيب. الريحة. هالحين بدنا نحط الكراميل عليها، معلقة كراميل خلي عليها زي ما احنا شايفين تقريبا معلقة. شكلها بتطلع عجيبة. نعم. هالحين بدنا نحط شوية عصير البرتقال لحتى يعطيه الفليفر الطيب، الريحة الطيبة. أيه. ريحة البرتقال. نعم. بنحركهم مع بعض لحتى يتجانسوا زي ما احنا شايفين. طبعا مدة عمله هاي بياخد دقيقتين بس. اي سريع صراحة. نعم. واكلة طيبة كثير كثير، حلا كثير طيب. وزي ما حكينا فينا نعملها بالتفاح، فينا نعملها بالاناناس، بالكمثرة. بالكمثرة. نعم. هالحين اكلتنا صارت جاهزة. نعم. بدنا نحاول نسكبها بنص الصحن. عجيب. ريحتها كثير طيبة. عجيبة ما شاء الله. طبعا فينا كلها هيك مع شويه بستاشو او شويه روت مكسرات، او فينا نضيف عليها ايس كريم من حسب اختيارنا. هذا الايس كريم تفضل. بس احلى شيء هو الشيء الحار، حلو انه ينكل معاه ايس كريم. نعم. طبعا الزينه تبعتها نحط لها شويه نعناع زي ما حلو بتحبوا، وفينا نزينها بالطريقة اللي انتو بتحبوها. انا حبيت احط عليها بستاشو سلايس، طلع كتير حلو. وشوية لوز، شوية لوز مبروش. نعم. سلام يدك شيف. صحة. وهيك اكلتنا صارت يعني اسرع حلاوه في العالم. نعم. اسرع حلو، حلا كثير طيب، حيعجب كل واحد يعني. ان شاء الله بذوقه حيعجبه كثير. خلصت حلاوتنا لهي اليوم. ما قصرت شيف مشكور. ما قصرت على كل الاطباق اللي قدمتها لنا. اهلا وسهلا، تشرفنا بوجودكم معنا. الشرف لنا. مشكور. مشاهدينا انتهت حلقتنا لهي اليوم، والاقيكم مره ثانيه في حلقه جايه. مع السلامه. عقب حط تفاحة هني، بسوي كذي باتشو براوي. كنت بطوق نسيت، كنت بسوي كذي. بدنا نعيد راح نعيد من عند